يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله النهارده تكون حلقه مميزه كالعاده مع حضراتكم، زي ما حضراتكم متعودين معانا. هيكون لينا جوله في اخبار منتخبنا الوطني وكل اكيد ما يخص مشاركه منتخبنا الوطني في بطوله امم افريقيا المقامه حاليا في الكوت ديفوار، والمباراه المرتقبه بكل تاكيد والقويه امام الكونغو الديمقراطيه اللي هتكون يوم الاحد القادم في دور ال 16 لبطولة أمم إفريقيا. وكمان هيكون خلال حلقتنا النهاردة نتابع أخبار أون تايم سبورتس، طبعا نتابع كل أخبار ومستجدات على الساحة المحلية والعالمية وآخر أخبار الألعاب الأخرى، وكل ده تحت شعارنا دايما متعودين علينا أن كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجة واحدة بس بجمعنا هي الرياضة. خلونا كده نبدأ زي ما احنا متعودين مع أبرز العناوين. المنتخب يواصل تدريباته اليوم في أبيجان قبل الانتقال لسان بيدرو. الأهلي بيسابق الزمن لحسم ملف تدعيم حراسة المرمى بعد إصابة الشناء. والزمالك يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة الرجاء المغربي في كأس دبي. وعالميا كلوب: محمد صلاح أكثر لاعب رأيته معتزا بانتمائه لمنتخب بلاده. ومن العناوين نروح دلوقتي مع حضراتكم مع أخبار بطولة كأس الأمم الإفريقية. في البداية قبل ما نبدأ مع أخبار منتخبنا الوطني المصري، نستعرض مع حضراتكم جدول مباراة دور ال 16 في بطولة كأس أمم إفريقيا، ونبدأ مع حضراتكم يوم 27 يناير. أنجولا في مواجهة ناميبيا، وهتكون المباراة الساعة 7 مساء. أما في العاشرة مساء نيجيريا في مواجهة الكاميرون. نروح ليوم الأحد الموافق 28 يناير، غينيا الاستوائية في مواجهة غينيا الساعة 7 مساء، ومنتخبنا الوطني المصري في مواجهة الكونغو الديمقراطية، والمباراة تكون في العاشرة مساء. يوم الاثنين موافق 29 يناير عندنا مباراتين: كاب فيردي في مواجهة موريتانيا الساعة 7 مساء، والسنغال في مواجهة الكوت ديفوار الساعة 10 مساء. أما الثلاثاء 30 يناير، مالي في مواجهة بوركينا فاسو في 7 مساء، والمغرب في مواجهة جنوب إفريقيا، والمباراة هتكون الساعة 10 مساء. كمان بعد نهاية دور المجموعات كلنا شفنا بكل تأكيد المفاجآت اللي بنتابعها في كأس الأمم الإفريقية الحالية، أن انتهت مسيرة 6 مدربين مع منتخباتهم لغاية دلوقتي. 6 مدربين دول يا إما تمت إقالتهم أو أعلنوا استقالتهم بعد ما حققوا، طبعا كانت النتائج يعني مخيبة للآمال الجماهير. انتهت خلاص، انتهت رحلة مدربه منتخب غانا وجامبيا وكوت ديفوار وتونس والجزائر وتنزانيا، دول خلاص انتهت رحلتهم مع منتخباتهم. لكن أغرب إقالة فيهم هي إقالة الفرنسي جان لوي جاسيه، طبعا المدير الفني للمنتخب الإيفواري، وقبل حسم مصيرهم في البطولة الإفريقية سواء مواصلة يعني المشوار أو الخروج المبكر. وكانت المفاجأة كمان ان منتخب الكوت ديفوار مكمل، يعني زي ما شايفين في كأس الأمم الإفريقية بعد هدية المنتخب المغربي اللي فاز على زامبيا علشان يتأهل منتخب البلد المضيف. الاتحاد الإيفواري لكرة القدم ما استناش كتير وأقال على طول جان لوي جاسيه بسبب النتائج الغير مرضية بالنسبة للجماهير الإيفوارية، وده طبعا بعد الخسارة أمام غينيا الاستوائية. الخسارة كانت الأكبر، يعني هزيمة كانت قاسية وعلى أرضه 4
صفر بكل تأكيد، وتقرر تعيين أحد مساعدي جاسيه السابقين وهو أمريس فاي كقائم بأعمال المدير الفني يعني بشكل مؤقت الفترة الحالية عشان يقود منتخب الأفيال صاحب الأرض بكل تأكيد أمام المنتخب السنغالي، تكون مواجهة قوية جدا على منتخب الكوت ديفوار. كمان أعلن جلال القدري استقالته كمان من تدريب منتخب تونس بعد توديع منافسات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات، واكتفى يعني المنتخب التونسي باحتلال المركز الرابع في المجموعة الخامسة بعدما يعني جمع نقطتين بس المنتخب التونسي بعد الخسارة أمام ناميبيا والتعادل ضد مالي وجنوب افريقيا. وقال على طول لجلال القدري ان عاده كان بينص على الوصول الى نصف نهائي امم افريقيا عشان كده ده ما اتحققش وقرر على طول الاستقاله. كمان قرر اقاله كريس هوتون المدير الفني لمنتخب غانا بعدما احتل منتخب النجوم السوداء المركز الثالث ترتيب المجموعه الثانيه اللي كان بتضم طبعا مصر وغانا وموزمبيق وكاب فيردي. الاتحاد الغاني اعلن امبارح الاربع قرار مجلسه التنفيذي باقاله كريس هوتن وجهازه الفني من منصبه. كمان اتحاد جامبيا لكرة القدم قرر يوم الثلاث رحيل المدرب البلجيكي توم سانت فيت من تدريب منتخب جامبيا بعد توديع منافسات كأس أمم إفريقيا. ووجه اتحاد جامبيا يعني لكرة القدم الشكر للمدرب على مشواره مع المنتخب اللي استمر يعني 5.5 سنين من الآن. كمان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن امبارح كمان فسخ التعاقد مع المدير الفني جمال بلماضي بشكل رسمي بعدما ودع منتخب الجزائري بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات، ودي للمرة الثانية على فكرة على التوالي بعد ما فاز بالبطولة 2019 طبعا زي ما كنا عارفين اللي أقيمت في مصر، لكن خلاص جمال بلماضي بينهي رحلته مع المنتخب الجزائري. وتذيل منتخب محاربه للصحراء جدول ترتيب المجموعه الرابعه برصيد نقطتين فقط. وحصل اجتماع يعني بين رئيس الاتحاد الجزائري وجمال بلماضي وتوصلوا يعني لاتفاق ودي بفك الارتباط بين المدرب والاتحاد الجزائري لكره القدم. وكان كمان الجزائري عادل عمروش المدير الفني منتخب تنزانيا هو اول مدرب يعني يتعرض للاقاله من بين مدربي كاس الامم الإفريقية. يعني عمروش تعرض للإيقاف كمان 8 مباريات بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ده بسبب يعني التصريحات الأخيرة ضد الاتحاد المغربي والاتحاد الإفريقي مع تغريمه كمان $10,000. وبعد خسارة تنزانيا من المغرب في أول لقاء ليهم في البطولة قرر كمان الاتحاد التنزاني إقالة المدرب الجزائري على طول وتكليف مساعده حامد موركورو كمدرب مؤقت حتى نهاية مشوار المنتخب التنزاني في البطولة. فده طبعا مجمل الست استقالات او اقاله يعني فيما يخص المنتخبات الاخفقت حتى الان في بطوله امم افريقيا. اما منتخب الكوت ديفوار طبعا بعد الهزيمه القاسيه 4 من غينيا الاستوائيه اقال مدربه على طول. لسه مع اخر ايام دور المجموعات في كاس امم افريقيا واحتفال طبعا جماهير الكوت ديفوار بعد صعود منتخبهم الى دور ال 16. يعني الجماهير الايفوارية كان عندها امل وهي بتتفرج على مباراه المغرب وزامبيا وكانوا متوترين جدا جدا وهما بيتابعوا اللقاء ده وكانوا منتظرين يعني فوز المنتخب المغربي بأي نتيجة علشان يتأهل المنتخب الإيفواري من بين أفضل 4 توالت. ومع تسجيل حكيم زياش هدف التقدم للمنتخب المغربي كان في فرحة كبيرة جدا يعني للجماهير الإيفوارية. وبعد نهاية اللقاء انطلقت الفرحة طبعا في شوارع مدينة أبيدجان بعد تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور ال 16. لكن منتخب الكوت ديفوار بينتظر زي ما قلت لحضراتكم مهمة صعبة جدا انه هيواجه طبعا حامل اللقب منتخب السنغال. نروح دلوقتي لأخبار منتخبنا الوطني. النهاردة هيخوض المنتخب الوطني تدريبه الأخير هيكون في أبيدجان الساعة 7 بتوقيت القاهرة قبل الانتقال لمقر الإقامة الجديد اللي هيكون في مدينة سان بيدرو. هيكون بكرة اللي هيواجه طبعا فيها الكونغو الديمقراطية يوم الأحد القادم، مباراة مهمة في دور ال 16.
فيتوريا يعني يفضل بقاء الفريق اطول وقت ممكن في ابيدجان، لانه كان يعني تعوده على الاجواء هناك بنسبه كبيره هناك، وما كانش عاوز كمان يسافر على طول بعد طبعا بعد مباراه كاب فيردي، عشان اللاعبين يعني ياخدوا قسط من الراحه بشكل اكبر، وخوض تدريب او اتنين في ابيدجان قبل الانتقال. طبعا مواجهه تكون قويه جدا امام كونغو الديمقراطيه، نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا عايز برضو اتكلم عن خبر اصابه امام عاشور، ونروح للزميل العزيز خالد رزق طبعا في ابيدجان، ويقول لنا اخر اخبار منتخبنا الوطني. يا خالد برحب بيك. كل التحية ليك يا زميل عزيز محمود بدران، وتحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان. طبعا من امام فندق اقامه منتخبنا الوطني، وقبل الذهاب الى المران اللي هيكون على ملعب جردان بوتانيك، يعني خليني اقول لك اخر الاجواء والكواليس من داخل فندق الاقامه. يمكن ابرز الاجواء النهارده وهي عوده امام عاشور بعد ما كان موجود في المستشفى من امبارح لحد النهارده، طبعا اطمئنانا على حالته الصحيه بعد الاصابه اللي اتصابها امبارح، وكلام دكتور ابو العيله عن ان وجود ارتجاج خفيف في المخ، وبالتاكيد يعني كان في بعض طبي الامام عاشور، لكن الحمد لله النهارده عاد الى فندق الاقامه. بعد عودته كان اللاعبين حريصين على النزول ليه في بهو الفندق، وكان في سلام وترحاب كبير جدا بامام عاشور، وكان في فرحه كمان من اللاعبين هم اطمنوا عليه وشافوه قدامهم. ويمكن دايما امام بيصنع البهجه في المنتخب، وبيكون ليه دايما روح جميله في الهزار والكلام. واستاذ خالد الدرندلي كان حريص على ان هو يعني يستقبل ايضا اللاعب، فضل قاعد معاه يتكلم معاه لفتره، وبعض اللاعبين كانوا بيهزروا مع امام عاشور، يعني زي محمد صبحي حارس مرمى منتخبنا الوطني اللي كان واقف مع امام وكوتش روي فيتوريا، وقال لامام طب حرك دماغك ورينا طمنا عليك ان انت كويس ان انت بخير وصحتك كويسه. وكان يعني امام كان بيضحك يعني على الموقف، وما عملش طبعا الحركه دي، ولكن امام الحاله النفسيه بتاعته جيده جدا، عنده طاقه كبيره جدا ان هو يرجع. وقعد يتكلم مع الجهاز يقول لهم انا عايز ارجع، عايز اتمرن، عايز اشارك، بس طبعا الدكتور ابو العيله قال له مش هينفع يكون في اي تمرين، لازم يكون في راحه 6 ايام عشان نطمن عليك الاول، وبعدها ناخد الاجراء الطبيعي للرجوع او للتدريب. بالتاكيد النهارده يعني بعد وقت قصير جدا هيكون مران منتخبنا الوطني اللي هيبدا الساعه 5 في التمام والكمال، وطبعا امام عاشور هيكون غير موجود مع المنتخب في المران ومش هينزل الملعب، وهيكون متواجد في فندق الاقامه، عمليه من الراحه السلبيه للاعب عشان يطمئنوا عليه. طبعا النهارده هيكون اخر مران لمنتخبنا الوطني في ابيدجان، وان شاء الله بكره الصبح الساعه 11 هتكون طياره المنتخب، هيتحركوا من فندق الاقامه الساعه 9 او 9 ونص، وهيتحركوا على المطار لاتجاههم لسان بيدرو على طائره خاصه لمنتخبنا الوطني، وبعدها هيكونوا متواجدين في سان بيدرو عشان يستعدوا بالتاكيد لمباراه الكونغو الديمقراطيه في دور ال 16. يمكن الطياره عشان هتكون طياره خاصه وحجمها صغير شويه، في قرار ان هم هيبعتوا كل الشنط وكل المستلزمات الخاصه بمنتخبنا الوطني، ان شاء الله تكون النهارده بالليل هتتحرك بعربيه وصولا الى سان بيدرو، بحيث بتاخد في الطريق 5 ساعات او 5 ساعات ونص وصولا الى سان بيدرو، والمنتخب هيتحرك الصبح ان شاء الله حتى يصل الى سان بيدرو يستعد بكامل طاقته. طبعا الحمد لله باقي اللاعبين في حاله فنيه جيده، في حاله نفسيه جيده، يمكن كان الامور تازمت شويه وكان النفسيه مش احسن حاجه امبارح بالليل بعد اصابه امام عاشور، لكن الحمد لله النهارده الناس كلها رجعت لها البهجه، رجعت لها الفرحه والتفاؤل، وان شاء الله تكون خير علينا بإذن الله، ويكون مباراة تتوج بالنجاح وبالفوز لمنتخبنا الوطني المصري. وأخيرا منتخب مصر هيكون قاعد في سان بيدرو في كومباوند عبارة عن فيلل هتكون بتستضيف منتخبنا الوطني، وفي بعض من البعثة الإدارية هيكونوا موجودين في فندق متوسط المستوى بجانب الكومباوند الخاص بمنتخبنا الوطني، لعدم وجود ولا عدم توافر إمكانية كبيرة في السكن في مدينة سان بيدرو. يعني محمود حاولت أقول لك كل الكواليس والأجواء حتى هذه اللحظة. الآن نعود لك مرة أخرى من الاستوديو، تفضل. من ابيدجان بشكر الزميل العزيز خالد رزق، ونرجع مره اخرى لاخبارنا. طبعا يعني زي ما خالد قال لنا، خبر اصابه امام عاشور امبارح في التدريبات بارتجاج في المخ ازعج وزعل اكيد كل المصريين، واربك حسابات كمان المدير الفني روي فيتوريا، لانه بيفقد عنصر اخر يعني مهم جدا من عناصر المنتخب الاساسيه، يعني ده بعد اصابه محمد صلاح واصابه كمان الحارس الاساسي محمد الشناوي، خروجهم خلاص بشكل رسمي يعني من المعسكر. اصابه امام عاشور التشخيص بتاعها بعد الفحوصات طبعا اللي اتعملت على اللاعب هي ارتجاج في المخ، ويحتاج مش اقل من اسبوع، يعني اسبوع ل 10 ايام على ما يرجع يلعب تاني بنسبه 100%. مش هيلعب ماتش الكونغو الديمقراطيه ده اكيد في دور ال 16 اللي جاي. فيتوريا كمان بيدرس اكتر من سيناريو يعني عشان يعوض غياب امام عاشور في منطقه خط الوسط. اول حاجه ان هو يدفع بحمدي فتحي ومروان حمدي، ويكون مكان امام عاشور احمد سيد زيزو في وسط الملعب، مع تواجد ثلاثي هجومي وهم محمود حسن تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد.
السيناريو الثاني برضو اللي بيفكر فيه فيتوريا هو اللعب بكل من النني وحمدي فتحي ومروان عطيه في وسط الملعب، مع تواجد احمد سيد زيزو كجناح ومصطفى محمد ومرموش او تريزيجيه. كل دي سيناريوهات بيفكر فيها طبعا المدير الفني روي فيتوريا عشان يعوض طبعا الغيابات، وكل ده هيتم حسمه يعني الساعات اللي جايه مع الجهاز الفني وبعد خوض التدريبات. طبعا ثلاث غيابات مؤثره جدا سواء امام عاشور او محمد صلاح طبعا او محمد الشناوي، نتمنى ان شاء الله البدائل تكون جاهزه ويقدر ان شاء الله نحط التشكيل الامثل في المباراه القادمه. كمان عايز اتكلم على مستوى خط الدفاع، يعني فيتوريا بيدرس اجراء بعض التعديلات طبعا في المباراه المقبله، يعني بينوي فيتوريا الدفع بعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الايمن يكون بدل من محمد هاني، واستمرار فتوح اساسيا في المباراه المقبله ناحيه الشمال على حساب محمد حمدي بعد الاحتفاظ طبعا بحجازي وعبد المنعم في قلب الدفاع. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي جايه نقدر بقى ان احنا نصلح الاخطاء اللي موجوده في المنتخب. مشكله كمان التغطيه العكسيه من اطراف الملعب يعني مسببه ازمه بشكل كبير، البطء برده في التحضير من قلبي الدفاع دي كانت مشكله. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان يبقى في توفيق في الفتره المقبله وننهي كمان الهجمات بصوره جيده باذن الله في الفتره القادمه. خلونا دلوقتي نطلع لفاصل سريع، لكن قبل الفاصل اللي طبعا عايز اقول لحضراتكم عايزين نروح للزميل العزيز ايمن مصطفى من سان بيدرو يكون معانا دلوقتي خلال ثواني يطمنا برضو عن طبعا المدينه اللي هيذهب ليها المنتخبنا الوطني بكره ان شاء الله واللي هيلعب فيه الفتره المقبله. نتمناهم ان شاء الله كل التوفيق الفتره المقبله والجهاز الفني، يعني روي فيتوريا بكل تاكيد هيحاول انه يشوف بدايل، يعني اكيد محمد صلاح غيابه بشكل كبير هيكون مؤثر، لكن ان شاء الله باذن الله رجاله منتخبنا الوطني يقدروا ان شاء الله ان هم يعوضوا هذا الغياب. نروح دلوقتي لسان بيدرو مع الزميل العزيز ايمن مصطفى يقول لنا اخر الاخبار هناك. يا ايمن مرحب بيك. طيب هنرجع مره اخرى مع الزميل العزيز ايمن مصطفى، نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم من جديد ولسه مع اجواء امم افريقيا في الكوت ديفوار. نروح مره اخرى الى الكوت ديفوار لكن المره دي من مدينه سان بيدرو اللي هتستضيف طبعا مباراه المنتخب في الفتره المقبله. نروح للزميل العزيز ايمن مصطفى. ايمن برحب بيك، اخر استعدادات مدينه سان بيدرو لاستضافه طبعا تدريبات ومباراه المنتخب في الفتره المقبله. ايمن برحب بيك. محمود تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس وكل مكان من هنا من مدينه سان بيدرو التي من المفترض ان يصل اليها منتخبنا الوطني غدا لاداء لقائه الهام امام المنتخب الكونغولي الاحد القادم. خلفي يتواجد المنتجع الذي يسكن في المنتخب المغربي الشقيق. امبارح اكتست مدينه سان بيدرو بالالوان الحمراء الوان منتخب المغرب طبعا بعدما كان المشجعين الايفوريين يشجعون بجنون شديد منتخب اسود الاطلسي، لان طبعا كان مصلحتهم واملهم الوحيد ان يتفوق المغرب على زامبيا وهذا ما حدث، وكان في احتفالات شديده جدا في شوارع سان بيدرو. وكنت بتكلم مع مجموعه من الصحفيين المغاربه اللي كانوا بيقولوا لي ان احنا كانت اعصابنا هاديه لان حتى في حاله التعادل كان سيتاهل المنتخب المغربي كأول المجموعة، لكن الإيفوريين اللي كانوا منفعلين جدا مع اللقاء، ويمكن كنا بنقول حتى إن الملعب ملعب لوران بوكو طبعا اللي هيقام عليه لقاء منتخبنا الوطني واللي مسمى على اسم الأسطورة الإيفورية وتاني الهدافين التاريخيين للكان ب 14 هدف بعد صامويل إيتو طبعا 18 هدف لوران بوكو، إن الملعب كان أشبه باستاد محمد الخامس من الكم اللي كان موجود من المشجعين اللي كان كله بيدعم منتخب المغرب من أجل أن يتخطى عقبة المنتخب الزامبي ويؤدي في النهاية إلى أن يتأهل المنتخب الإيفواري صاحب الأرض طبعا بالنقاط الثلاثة اللي طبعا تأهل بها كأفضل كواحد من أفضل التوالد في هذه البطولة. خليني أقول لك أيضا إن مدينة سان بيدرو يعني الإمكانيات فيها أقل بعض الشيء من العاصمة أبيدجان، وده وضع طبيعي جدا، لكن هي شبيهة بالمدن الساحلية عندنا الغردقة شرم الشيخ، هي مدينة سياحية جدا يمكن أجواءها هادئة لكن الرطوبة أعلى بعض الشيء من أبيدجان، وده الأمر اللي أعاق منتخب المغرب بالتحديد في أولى لقاءاته عندما التقى منتخب الكونغو في توقيت كان وصفه وليد
تقييد الرجراجي بانه توقيت غير ادمي كان في تمام الثانيه بتوقيت ابيجان. كمان لو بكلمك على كلام المغاربة على منتخبنا الوطني وبرضو الجزائريين اللي كنا بنلتقي، يمكن إمام عاشور واحد من اللعيبة يعني خد عين بعض الصحفيين المغاربة والجزائريين كانوا بيقولوا لي على إمام إن إمام هذا اللاعب دمه حار ولاعب مميز جدا، باللفظ كان دمه حار يعني هو بيموت نفسه وإن هو لعيب عنده روح قتالية عالية. لكن طبعا اطمأنينا من خلال الزميل العزيز خالد رزق على إمام عاشور، ونتمنى إن شاء الله إن هو يكون لائق للمواجهة القادمة، وإن لم يستطع أن يتواجد في المواجهة القادمة فيلحق في باقي المواجهه التي تليها في حاله تخطي منتخبنا باذن الله عقبه الكونغو. لكن كمان الكل كمغاربه ومصريين اتفقنا ان كان من الافضل لينا احنا الاثنين ان احنا الا نلتقي في خلال لقاءات الدور القادم. وكمان التقيت مع مارك فيش واحد من اساطير منتخب جنوب افريقيا، وقال لي ان منتخب مصر قادر حتى في غياب نجمه محمد صلاح ان هو يذهب بعيدا لهذه البطوله، وقال لي انا ما بحبكوش تماما، ذكرياتي معاكم سيئة جدا طبعا على سبيل الهزار، يعني هو لعب ضدنا في 96 البطولة اللي توجت بيها البافانا بافانا، لكن هزمت في لقاء واحد كان أمام منتخبنا الوطني بهدف أحمد الكاس، كمان لما تفوقنا عليهم في 98 بهدفي حسام حسن أو طارق مصطفى صناعة حسام حسن وأحمد حسن الصائر، وكانت ذكرياته معانا سيئة جدا. وكمان كان بيقول لي إن عندنا مواجهة أمام منتخب المغرب في غاية الصعوبة. إجمالا الأجواء هنا في سان بيدرو مقبولة، استاد لرامبو كوب يبتعد عن مقر إقامة منتخبنا الوطني حوالي نصف ساعة أو يمكن أقل قليلا، لكن المدينة ليست مزدحمة كالعاصمة الاقتصادية أبيدجان. نتمنى أن يصل منتخبنا الوطني بسلامة الله لسان بيدرو، وإن شاء الله يؤدي تدريباته ويستعد جيدا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الكونغولي، ويعود غانما يعني بالمكسب بإذن الله من سان بيدرو على أمل أن يعود فيما بعد لأبيدجان، لأن منتخبنا في حالة تخطي عقبة الكونغو هيؤدي كل لقاءاته فيما بعد بإذن واحد أحد في أبيدجان سواء دور الثمانية أو قبل النهائي أو النهائي بإذن الله. من سان بيدرو تعود الكلمة إلى الزميل العزيز محمود مدراوي، تفضل. بشكر الزميل العزيز أيمن مصطفى من مدينة سان بيدرو، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. هنروح دلوقتي هاتفيا مع واحد من نجوم طبعا منتخبنا السابقين الكابتن أسامة عرابي. كابتن أسامة برحب بيك. كابتن أسامة عرابي طبعا نجم منتخبنا الوطني السابق، كابتن أسامة برحب بيك في البداية. طيب هنرجع مرة أخرى مع الكابتن أسامة، لكن نروح دلوقتي لأبرز أخبارنا المحلية. فرص سليم والتصويب والهدف جول، وعرضية للسلام والهدف مش ممكن يصدها، يتألق يتألق عرضية ساحرة، ولكن الكرات السادة الاستلام هو كل الجمال، هو مش قالوا ولا مميز لسه بقول لحضراتكم مميز. نبدأ مع حضراتكم أخبارنا المحلية من بطولة كأس رابطة الأندية طبعا المحترفة، وامبارح اختتمت مباراة دور المجموعات بالنسبة للمجموعتين الأولى والمجموعة الثالثة، وبعد نتائج امبارح حسمت أندية كل من الاتحاد السكندري وسموحة التأهل خلاص لدور ربع للنهائي عن المجموعة الأولى، وكمان قدر سيراميكا كليوباترا وإمبي إنهم كمان يصعدوا التأهل لربع النهائي من المجموعة الثالثة. خلوني برضو استعرض مع حضراتكم نتائج مباراة امبارح من كأس الرابطة ونشوف المباريات. امبي والاسماعيلي 1-0 للامبي، سيراميكا كليوباترا والداخلية 1-1، الاتحاد السكندري 0-2 امام سموحة، مودرن فيوتشر وبلدية المحلة 1-0 لصالح مودرن فيوتشر. يمكن يعني كان في ردود افعال امبارح بعد انتهاء لقاءات كاس الرابطه، والبدايه كانت مع مباراه امبي والاسماعيلي وفوز طبعا امبي بهدف نظيف وتاهلوا خلاص لربع النهائي.
تعالوا دلوقتي نروح نشوف لقاءات مهمه مع الجهاز الفني الامبي وعلي فوزي اللي احرز طبعا هدف الفوز امبارح. نرجع مع حضراتكم. طبعا فوز مهم جدا على تيم كبير جدا وجماهيريه عظيمه جدا وجهاز فني انا بحترمه جدا جدا، وكابتن ايهاب جلال طبعا شهادتي فيه مجروحه لان ده يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني. فالحمد لله رب العالمين، بنقول مبروك للنادي انبي وبنقول هارد لك نادي الاسماعيلي، مبروك نادي انبي الجهاز ولعيبه واداره ومنظومه كامله، وان شاء الله باذن الله زي ما انت بتقول كده التوليفه الجيده دي والحاله الجيده اللي احنا فيها دي تستمر لغايه نهايه البطوله ان شاء الله. احنا مركزين في شغلنا، وللامانه يعني من اول مجلس اداره لغايه اللعيبه كل واحد عارف دوره كويس، كل واحد عارف حدوده كويس جدا، كل واحد عارف المساحه بتاعته. فالحمد لله رب العالمين كلنا مكمل بعض وكلنا في تناغم الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، تناغم كبير جدا بيننا وبين اللعيبه وبين الاداره، والحمد لله رب العالمين. يعني النتائج الحمد لله بتبان في الملعب، والحاله دي بتبان في الملعب. احنا عندنا مجموعه لعيبه صغيره، احنا عندنا مجموعه لعيبه فعلا محتاجه شويه وقت، مجموعه لعيبه فعلا محتاجه ان هي تتطور، محتاج تاخد احساس المباراه الرسميه فبطوله الرابطه موفره لنا الكلام ده كله. فالمهم ان انت برضو قبل وانت راح تكسب بطوله، انت متهيالي نكسب لعيبه احسن ما نكسب بطوله، خصوصا في التوقيت اللي احنا فيه ده، خصوصا في ظروف نادي انبي ان احنا دايما طول الوقت معتمدين على اولاد النادي وعلى الاولاد الصغيرين. فان شاء الله ماشيين في الخطين مع بعض، لكن الاهم بالنسبه لي لو هتسالني اقول لك انا محتاج ان انا اكسب لعيبه، لان فعلا فعلا انا شايف ان في لعيبه كويسه صغيره في نادي انبي ومحتاجه بس شويه وقت، وهتبقى حاجه كبيره ان شاء الله. احنا كان هدفنا لنا هدف اكبر شويه من ان احنا ننافس على البطوله، هدفنا تملي ان احنا طول الوقت نطلع لعيبه جديده، وبصراحه كابتن تامر بجهازه الحمد لله رب العالمين طولة الرابطه استغلناها استغلال كويس، قدرنا نحقق معادله صعبه شويه ان انت تلعب بناشئين وولاد صغيرين او لعيبه ما كانتش بتاخد فرصتها في الدوري، وفي نفس الوقت توصل ان انت تصعد لدور الثمانيه. فانا شايف ان ده حاجه كويسه جدا تساعدنا في بطوله الدوري، لان طبعا بطوله الدوري ان شاء الله بعد المنتخب ما يرجع بالسلامه الموضوع هيبقى صعب جدا ومحتاج ناس واقفه على رجليها كويس. فاعتقد ان احنا الحمد لله الصعود ده هيريحنا شويه كمان، عشان برضو مش هطول قوي، بس احنا باصين لها كمان ان احنا ماتشات الرابطه بدل ما يبقى فتره توقف، كل ما تقل فتره التوقف عندنا ده يفيدنا احنا كفريق. فاحنا واخدين الموضوع ان احنا ايه عايزين نوصل لابعد مدى في كاس الرابطه عشان لما يرجع الدوري نبقى راجعين واحنا اللعيبه، لان احنا التوقف بيفرق معانا شويه. يعني احنا كنا بنسعى عشان نكمل في بطوله مهمه يعني بتوصلنا لحاجات كويسه بعد كده، فان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي يعني. والله بصراحه الراجل كابتن تامر يعني تعب معانا من بدايه الموسم بصراحه، وعامل توليفه كويسه ما بين اللعيبه الخبرات اللي عندنا واللعيبه الصغيره بتاعت النادي. بصراحه النادي انبي دايما معروف ان هو بيطلع لعيبه كويسه من قطاع تحت، عندنا اكتر من 10 لعيبه فوق كلهم لعيبه مميزه بصراحه ومساعديننا الموسم ده بشكل كويس، فان شاء الله نتمنى ربنا يكرمنا نكمل بقى في اللي جاي ان شاء الله. نادي سيراميكا كليوباترا امبارح يتعادل مع الداخليه بنتيجه 1-1، لكن الفريق كان حسم خلاص تاهله للدور ربع النهائي من الجوله الماضيه. تعالوا برضو نروح نشوف لقاءات ما بعد لقاءات سيراميكا كليوباترا والداخليه. طبعا لما تدخل الماتش يكون الدوافع عندك قليله بيبقى المنظر اللي احنا شفناه النهارده، بعذر اللعيبه طبعا النهارده الاداء بالمنظر ده، الاداء طبعا مش عاجبنا، احنا كنا متوقعين احسن من كده وكنا عايزين مكسب، لان زي ما حضرتك عارف ان الكسبان اخر ماتشين تكسب ثلاثه المكسب بيجيب مكسب، لكن انا بعذر اللعيبه النهارده على الاداء اللي كان موجود النهارده، عشان الموضوع انت زي ما انت عارف لما تلعب الامور محسومه غير لما تلعب وانت محتاج حاجه من الماتش. فالحمد لله موضوع اضاعه الفرص ده احنا شغالين عليه الفتره اللي فاتت كلها، برده مش هنسكت وهنشتغل يعني ان شاء الله. هو موضوع كويس طبعا ان العيون كلها بتبقى على اللعيبه عندك في الفرقه، ده معناه ان انت عندك لعيبه مميزه وده الكابتن بيقوله للفرقه على طول. لكن احنا طبعا احنا عايزين نوصل لمرحله بعيده زي ما احنا متفقين مع الاداره ومتفقين مع اللعيبه، نوصل لمرحله بعيده يبقى لازم اللعيبه يبقى معظمها موجود معانا وهنعتمد عليهم اعتماد كبير، لكن عندنا سكواد الحمد لله محترم. يمكن النهارده في 5-6 من العناصر الاساسيه اللي مش موجودين، لكن الشكل برضو الحمد لله يعني كويس. اي نعم مفيش فوز بس الاداء
احسن من يعني احسن كنا متوقعين يعني الحمد لله. والله الحمد لله كله بفضل ربنا يعني الواحد بياخد القرار وفي الاول وفي الاخر هي توفيق من عند ربنا. فالحمد لله ان الواحد خد قرار مناسب وركز وربنا اداني التوفيق وقدرنا نعدل النتيجه يعني لان ما كانش ينفع ان احنا داخلين ناخد العلامه الكامله النهارده ونصعد اول مجموعه بتسعة بونت بس لو ده ما حصلش فما كانش ينفع ان احنا نخسر. فاحنا متفقين ان احنا يعني الفتره دي نحقق كل حاجه ان شاء الله البطوله الرابطه تاني نروح السوبر تاني يعني نعوض اللي فاتنا ان شاء الله في السوبر اللي فات. الحمد لله عملنا النهارده مباراه كويسه واقول ان فريق سيراميكا فرقه محترمه جدا قدرنا ان احنا ندرس الفرقه كابتن عمرو حسن فرجنا على كذا فيديو ليهم وقدرنا بشكل كويس ان نقف كويس ونشوف الفرقه بشكل احسن يعني والحمد لله عملنا مجهود كويس كنا نفسنا نتاهل للدور اللي جاي بس الحمد لله قدر الله مش فعل. طبعا كابتن حسام شعبان قيمه وقامه مدرب كبير مدرب محترم قدر ياخدنا بشكل كبير عن اول السنه قدر ينظمنا بشكل كويس كابتن عمرو حسن برضو معاه قبل كده فاشتغل على نفس المنهج بتاع كابتن حسام شعبان. فريق سموحة قدر انه يحقق برضه فوز غالي كان على حساب الاتحاد السكندري بنتيجه 2-0 ويحسم تأهله لدور الربع النهائي بعد منافسه كانت قويه مع مودرن فيوتشر. تعالوا نروح كده نشوف لقاءات مع بعض المباراه. بص هو الحمد لله يعني الرابطه مديها رتم الدوري والتنافسيه يعني للاسف احنا اللي عملنا كده في الاخر يعني هو احنا ما كانش تركيز اللعيبه لان جايين بعد اجازه ما كانش تركيزه ماتش البلديه كبير فاحنا عملنا ماتش سيء جدا ماتش البلديه وصعبوا الموضوع على نفسهم ويمكن انا كنت بضغط عليهم الفتره فاتت عشان عايزهم يستمروا في الاداء انت عارف في لعيبه ما عندهاش خبرات في حته التنافس دي فانا ضغط عليهم وكنت بهددهم بخصومات طبعا كده وكده يعني بس ضغط عليهم بتكلم بجد فالحمد لله النهارده عملوا ماتش كويس بيقابلوا فرقة كويسة ويعتبر يعني كاملة فرقة الاتحاد وكانوا يهمهم ما يخسروش في المجموعات لكن الحمد لله ربنا كرمنا يعني. تهنئة طبعا زي ما انت عارف احنا جايين الموقف صعب لكن احنا كنا واثقين في نفسينا احنا معنا فرقة كويسة ومعنا مدرب محترم ونادي محترم جايين بنلعب فرقة كبيرة زي نادي الاتحاد الماتش صعب خصوصا ان هم كمان صعدوا فالموضوع بالنسبة لنا احنا اصعب لكن الحمد لله يعني قدرنا الحمد لله النهاردة نطلع بمكسب ونطلع بتأهل يعتبر صعب احنا اللي عملنا في نفسنا كده الماتش الاولاني لكن طول ما انت معاك لعيبه رجاله وجهاز فني قوي نقدر ان احنا نرجع في اي وقت للمنافسه على البطوله فالحمد لله الماتش عدى على خير اللعيبه الحمد لله ادوا اللي عليهم النهارده ومبروك نادي سموحه. انا عايز اقول ان دي بطوله اصلا بطوله كويسه وبطوله قويه اللي شفناه من اللي حصل في البطوله دي السنه اللي فاتت خلت كل الفرق دلوقتي بتلعب على البطوله خساره ماتش البلديه دي كانت قويه بالنسبه لنا ان انت تخسر من البلديه مع احترامي فريق البلديه في المحله لكن انت كنادي سموحه انت اقوى واحسن بالارقام كلها يعني لكن الخساره دي قوتنا بعد كده ان احنا لا احنا لازم الماتشين اللي جايين لازم على الاقل ان انت تكسب واحد او تتعادل واحد او تكسب الاثنين عشان تصعد مجموعه انا شايفها مجموعه صعبه فيها ثلاث فرق او الاربع فرق اقوياء النادي الاتحاد صعد اقول له مبروك ومبروك نادي سموحه. اعدادنا للماتش ما كانتش على المستوى الجيد عن طريق الذهني واعتقد ان لما صعدنا وضمنا بالصعود اثر يعني عطى طمانينه للغايه بشكل كبير جدا جدا جدا. حاجه ثانيه طبعا غيابات القاعده الهجوميه بتاعتنا مأثر عليها بشكل كبير جدا بالشكل ده. وده يعني اللي محتاجين فيه ان يعني مراجعه بشكل كويس خلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله كل المصابين عندنا يرجعوا بشكل كويس. ونحاول كمان على طريق التدعيم في خلال الفتره اللي جايه دي بشكل كويس جدا جدا خلاص لان الوقت يعني بيداهمنا ان احنا محتاجين فعلا التدعيم على صعيد الخط الامامي بشكل كويس. لكن الولاد يعني هارد لك النهارده برضه فتحنا المجال برضه لمجموعه من الشباب جيدين اول مره مفيش شك في مجموعه كويسه جدا يعني الفترات اللي جايه ديت ان شاء الله نطمئن بعد كده نبتدي ندفع بيهم برضه شويه بشويه. هنشوف الاول الحاله الطبيه بتاعت الديب والفان لان الاثنين دول برضو من العناصر اللي متواجدين معانا بشكل كبير جدا وبعد كده هندور يعني ما كانش كده هندور خلاص على البديل موجود حبيب موجود عمرو الحته دي تقدر يكفي بشكل هو كل ما يقلق الناس هي خط الهجوم ترجمه
ترجمة في خط الهجوم دي مهمة جدا جدا. يعني النهارده واضح بشكل كبير جدا وعندنا انياب هجوميا في الشك طبعا كانت اثرت بشكل كبير. النهارده برضو ما تنساش نسيت ان حسابنا فتحنا برضو العمر على اساس ان احنا الثلاث حراس دورنا بينهم بشكل كويس، وائل مهدي عمر عمر ادى بشكل كويس جدا. انا يعني هو المشكله ان احنا اتلقينا هدفين من خطأين، خطا اولاني وثم خطا ثاني عن طريق الضربه الركنيه ما تعاملش معاها عمر بشكل كويس نزلت طبعا اتخطفت. يعني انا قصدي مش الاخطاء وارده طبعا في الشبكه، طبعا في الشبكه في كره القدم وهي احد اساليب كره القدم الاخطاء، فهنعالج اخطائنا بشكل كويس ونستعد بشكل كويس. وده زي ما قلت يعني الهزيمه دي جت توقيت جيد للتفويق، للتفويق فوق اللعيبه بشكل كويس ونستعد لها بشكل كويس وندور على البدائل الجيده خاصه على صعيد الهجوم. دي كانت أبرز الأخبار واللقاءات في كأس الرابطة، وبكرة إن شاء الله نتعرف بقية المتأهلين. ومن أخبار كأس الرابطة نروح لآخر أخبار النادي الأهلي. فريق نادي الأهلي اللي بيواصل تدريباته النهاردة في المعسكر الخارجي طبعا مقام حاليا بإمارة عجمان بدولة الإمارات الشقيقة بيستمر حتى يوم 28 يناير اللي جاري، وبيخوض في النادي الأهلي النهاردة المران الأخير استعدادا لمباراة حتى طبعا الإماراتي الودية المقرر ليها عصر غدا إن شاء الله يوم الجمعة في ختام المعسكر اللي شهد طبعا مباراة ودية كانت أولى خاضها النادي الأهلي يوم الثلاثاء اللي فات، كانت أمام فريق الأخدود السعودي وفاز فيها الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف، وأحرز الهدف الوحيد للنادي الأهلي هو اللاعب كريستو. طبعا يعني مسؤولو النادي الاهلي بعد اصابه الشناوي الحارس الاساسي طبعا للنادي الاهلي بيسابقوا الزمن حاليا من اجل التعاقد مع حارس مرمى جديد في الفتره المقبله عشان يكون طبعا موجود مع مصطفى شوبير وحمزه علاء. الاهلي وضع كل من محمد بسام حارس مرمى سيراميك كليوباترا ومحمد ابو جبل حارس مرمى البنك الاهلي في خياراته لتعويض طبعا الشناوي، ومن المنتظر التعاقد مع واحد منهم خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه. وخليني اقول لكم برضو ان الاقرب حاليا هو التعاقد مع محمد بسام، وان في يعني خطوط اتصال دلوقتي ومفاوضات مفتوحه حاليا بين مسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي سيراميك كليوباترا لحسم صفقه باسرع وقت ممكن، خصوصا ان الكلام عن صفقه تبادليه يعني محتمله بين النادي الاهلي وسيراميك. كان في كلام كمان ان صلاح محسن ممكن يكون موجود في سيراميك كليوباترا في الفتره المقبله، فممكن يكون في صفقه تبادليه وممكن النادي الاهلي يكتفي بمقابل مادي. ومن اخبار النادي الاهلي نروح لاخر اخبار نادي الزمالك، وبدا فريق نادي الزمالك تدريباته الساعه 5:30 مساء بتوقيت مصر على استاد المكتوم استعدادا طبعا لخوض مباراه الرجاء البيضاوي المغربي، مباراه غدا ايضا يوم الجمعه في بطوله كاس دبي للتحدي. وكانت بعثه الفريق الابيض وصلت لدبي مساء امس عقب طبعا انتهاء منافسات دوره الوحده الوديه استعدادا للمشاركه في كاس دبي للتحدي بمشاركة كل من أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي وهان ثري تاونز الصيني. وعقد مجلس دبي الرياضي طبعا مؤتمر صحفي صباح اليوم لإعلان عن نظام بطولة كأس دبي للتحدي، مشاركة الزمالك والرجاء والأهلي السعودي وهان ثري تاونز الصيني. وشهد كمان المؤتمر الصحفي حضور أبرز نجوم الفرق المشاركه في البطوله والمديرين كمان الفنيين، وحاضره من نادي الزمالك معتمد جمال طبعا المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، وشيكابالا قائد الفريق، وعمر جابر كمان لاعب نادي الزمالك. واعلن مجلس دبي عن مباراه البطوله حيث يلتقي فريق الزمالك بكره ان شاء الله مع الرجاء المغربي، ويلتقي اهلي جده في اليوم التالي على طول مع وهان ثري الصيني، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية. وعلى فكرة بينص نظام البطولة دي على ان تواجه اندية افريقيا معا في حين تتواجه اندية كمان اسيا معا عشان يكون النهائي بين فريق افريقي وفريق اسيوي. كمان بيسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد انتهاء ازمة ايقاف خلاص القيد بعد سداد الغرامات الموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وكان الزمالك أصدر كمان بيان رسمي يفيد بانتهاء أزمة إيقاف القيد، بالإضافة كمان لإرسال الفيفا خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إمكانية نادي الزمالك أنه يقيد لاعبين جدد في الفترة المقبلة. مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي بيسعى أنه يتسويق سامسون إيكنولو
ياسر ان هو يسوقه خلال فتره الانتقالات الحاليه، والتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق باب الانتقالات يناير الحالي بسبب عدم كمان يعني اقتناع بمستواه الفني حتى الان، بالاضافه كمان لتوفير راتبه بالعمله الصعبه. في نادي الزمالك بيدور على مهاجم اجنبي مش لازم يكون افريقي يكون موجود في الفتره المقبله بدلا من سامسون ايكينولا. كمان من شويه تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي مع فابيو اكيم مهاجم طبعا بلديه المحله بمقابل مادي بيصل ل 20 مليون جنيه مصري بعد تعلق اللاعب خلال مباراه الدوري مع فريق بلديه المحله، وتلقى النادي اكثر من عرض يعني انديه الدوري الممتاز وعرض كمان سعودي لتنتهي المفاوضات اللاعب بانتقاله رسميا الى سيراميكا كليوباترا. كده تكون خلصت اخبارنا المحليه، خلونا نروح لفاصل نرجع نكمل بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا من جديد، دلوقتي جه ميعادنا مع فقره اخبارنا العالميه واخر اخبار الانديه الاوروبيه. نبدا مع حضراتكم باستعراض مباريات اليوم العالميه ونبدا بكاس ملك اسبانيا ودور الثمانيه، عندنا مباراه وحيده هي مباراه في العاشره مساء هتكون بين اتلتيكو مدريد و إشبيلية. ومن كأس ملك أسبانيا نروح لكأس الاتحاد الإنجليزي دور الـ 32 عندنا مباراة الساعة 10 إلا ربع بورنموث في مواجهة سوانزي سيتي. أما بالنسبة لكأس أمم آسيا والجولة الثالثة الأردن والبحرين انتهت 0-1 لصالح الأردن وكوريا 0-1 لصالح عفوا البحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا 3-3 وكيرغستان وعمان المباراة جارية حتى الآن 1-1 والسعودية وتايلند جارية الآن أيضا والنتيجة حتى الآن 0-0 نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبات العربية. الألماني يورجن كلوب كان ليه تصريحات مهمة جدا جدا عن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، وأكد مدرب فريق الريدز أن محمد صلاح أكتر واحد عنده انتماء وحبه لبلده مصر، ورفض كل الكلام يعني اللي اتقال عن صلاح الفترة الأخيرة. طبعا تصريحات كلوب مهمة جدا خاصة يعني أنه كان أعلن عودة قائد المنتخب الوطني إلى إنجلترا للعلاج ثم كمان لعودة لمنتخب مصر، وشدد أن صلاح رجع علشان يتعالج بشكل أسرع يعني بإمكانيات طبية أفضل من اللي موجودة في الكوت ديفوار في الفترة الحالية، وأكد أن اللي حصل ده لمصلحة منتخب مصر ولفريق ليفربول كمان لأنه سلامة محمد صلاح مهمة لكل الأطراف دي من وجهة نظر كلوب. مدرب ليفربول اتكلم كمان عن تطلعه للعودة للعب في ملعب ويمبلي بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عشان يتأهل بكده فريق الريدز للمرة الـ 14 في تاريخ ليفربول بعد كمان التفوق على فولهام نتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب عشان يواجه بقى تشيلسي في نهائي البطولة يوم 25 فبراير القادم. تعالوا نروح نشوف تصريحات كلوب المهمة جدا عن محمد صلاح. تكون خلصت فقط أخبارنا العالمية، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بكل مشاهدينا من جديد، دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الألعاب الأخرى. هنبدا فقره الاخبار الالعاب الاخرى من الحدث طبعا المهم اللي بيشغل اكيد قطاع كبير جدا من الجماهير المصريه، انطلقت يعني منذ قليل لمباراه منتخب مصر لكره اليد مع نظيره التونسي تحديدا الساعه 6 مساء ضمن منافسات دور نصف النهائي بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد بتستضيفها طبعا مصر
في استاد القاهرة، وتختتم السبت المقبل مؤهلة لأولمبياد كمان باريس 2024 على ينتقي في نفس الدور كاب فيردي مع المنتخب الجزائري الساعة 8:30. طبعا تقدروا تتابعوا المباراة على شاشة اون تايم سبورتس 1. تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف النهائي بعد الفوز على طبعا عليه في دور ربع النهائي على أنجولا بنتيجة 37-25، بينما فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره الغيني بنتيجة 37-24 في نفس الدور. وعايز أقول لحضراتكم يعني الشوط الأول انتهى لصالح مصر 17-12. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني ونصعد إلى المباراة النهائية ونحقق البطولة. ولسه مستمرين في اخبار كره اليد، وحيث اعلن نادي ليموج الفرنسي تمديد عقد سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكره اليد لمده عام اضافي حتى عام 2025. وكان نادي ليموج الفرنسي قد ضم سيف الدرع لاعب الزمالك السابق الموسم طبعا قبل الماضي لمده عامين، ليقوم الفريق الفرنسي بتمديد عقد اللاعب لموسم جديد مع النادي الفرنسي. ومن كرة اليد نروح لحدث مهم آخر تستضيفه مصر الفترة الحالية، حيث انطلق منذ قليل حفل بطولة كأس العالم للرماية القاهرة 2024 بملاعب العاصمة الإدارية الجديدة. والمقرر تبدأ منافسات البطولة بداية من الغد بمشاركة عدد كبير من الدول. كده تكون خلصت فقرة أخبار الألعاب الأخرى. دلوقتي وصلنا لآخر فقرتنا، فقرة وان شوت. يمكن واحد من مفاجآت بطولة أمم إفريقيا حتى الآن هو قائد منتخب غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي، طبعا لبعد نهاية دور المجموعات انفرد بصدارة هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا برصيد 5 أهداف حتى الآن. إنسوي رحلة كفاح كبيرة جدا يعني في عالم كرة القدم، ورغم وصوله يعني لسن 34 سنة حتى الآن لكنه لسه عنده الشغف والإصرار للتألق داخل الملعب، ورغم كل الظروف الصعبة اللي مر بيها يعني قبل حوالي عامين بعد ما فضل يعني من غير النادي لمدة 6 شهور وكان قريب جدا من الاعتزال كرة القدم، لكن نادي توزلا سيتي البوزني أعاده من جديد المستطيل الأخضر بعد ما نجح في ضمه عام 2022 قبل ما ينتقل بقى النادي الحالي إنتر سيتي بدوري الدرجة الثالثة الأسباني عشان يصبح لاعبا وهداف كمان بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن في الكوت ديفوار، ويقود كمان منتخب غينيا الاستوائية للصعود كمتصدر للمجموعة الأولى على حساب منتخبات كبيرة جدا زي منتخب نيجيريا ومنتخب الكوت ديفوار صاحب الأرض. كده تكون خلصت حقيقتنا النهارده من برنامج أخبار أون تايم، وفيناكم بكل مواجهة جديدة عن منتخبنا الوطني وعن الساحة المحلية والعالمية. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.